أمنية كانت بتقول إنها بتحوش فلوس من ورا جوزها دكتور علي من غير ما يعرف، وبعد كده ممكن تصرفهم في البيت، هل في مشكلة؟ لا ما فيش مانع ما دام بتنفق على البيت بما يقتضيه الحال، وبتستطيع توفير بعض الأموال اللي هتنفقها أيضا في البيت في شهر آخر أو في ظروف معينة، ما في مانع، لأنه خلاص كل المال الذي أعطاها زوجها انفقت في البيت، خلاص ما في مانع إن شاء الله. طيب بتقول كمان ممكن بقى مثلا مبلغ حوشته من البيت على مبلغ انا كنت محوشاه من فلوسي ينفع تعمل بيها عمرة؟ بإذن الزوج. بإذن الزوج. ليه؟ لأنه المبلغ اللي هي دخلته من مصروف البيت هذا في الأصل على ملك الزوج. نعم. طب احنا في الحالة الأولى قلنا يجوز إنها تنفقه، ليه؟ لأنها كانت ستنفقه في الغرض الذي أعد له اللي هي نفقات البيت، ولكن في شهر عرفت توفر حاجة، في شهر تاني المصروف يعني خلص منها بدري شوية، فأخذت من هذا الشهر إلى هذا الشهر، ولكن لغرض واحد. يبقى المال مال واحد والغرض غرض واحد، ما فيش مانع. ولكن أن ندخر من مصروف البيت حتى ننفق على أنفسنا نفقة شخصية، لا، لازم بإذن الزوج، لأن الزوج في هذه الحالة هو صاحب المال، فإن أجاز فلا مانع. يعني هي ممكن تحوش وتصرف في البيت، تمام، لكن تحوش وتاخد فلوس ليها هي ما ينفعش إلا بإذن الزوج، إلا لو بإذن الزوج وافق خلاص ما في مانع إن شاء الله.